وللمزيد عبر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. دكتورة نيفين، بعد التحية، يعني رسائل كثيرة بالطبع ستقدمها هذه الأفلام وهذه المبادرة التي تبنتها وزارة الثقافة، وهي سينما الشعب، لتقليل الضغوط على محدودي الدخل وتقديم كل ما هو فن راقي من خلال دور العرض وقصور الثقافة. مساء الخير يا أستاذة. طبعا مشروع سينما الشعب بدأ في وزارة الثقافة من عدة أشهر، وكان المستهدف إقامته على 3 مراحل. بالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى في 16 قصر ثقافة. تم تحويل بعض القاعات إلى دور العرض السينمائي، وتم تزويدها ببعض الأجهزة الخاصة بالعرض السينمائي. البروتوكول الذي تم توقيعه بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة متمثلة في هيئة قصور الثقافة بينحصر في تشغيل وإدارة مشروع سينما الشعب، ومشروع سينما الشعب بيهدف إلى إتاحة الخدمة السينمائية في كافة المحافظات، لأن طبعا زي ما احنا عارفين عندنا قصور شديد في دور العرض السينمائية وخاصة في المحافظات. فهذا المشروع يهدف إلى توصيل الخدمة السينمائية، الثقافة السينمائية، إلى كافة المحافظات وخصوصا في المناطق البعيدة عن العواصم. نعم، هل هذا المشروع أو هذه المبادرة تقتصر فقط على الأفلام أو العروض المنتجة فقط من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية، أم أي من العروض التي ستكون على أي من الشاشات المنتجة من الشركات الخاصة؟ لا يا فندم، هي اختيار الأفلام بيتم عن طريق الشركة المتحدة بالتعاون مع قصور الثقافة. بيتم عرض الأفلام اللي موجودة في السوق في نفس التوقيت في سينمات قصور الثقافة، وليس فقط الأفلام التي تنتجها الشركة المتحدة. نعم، يعني هل هناك توجه للتوسع مرة أو بمساحة أكبر في الفترة القادمة لتتخطى إلى مرحلة الإنتاج؟ مرحلة الإنتاج يعني إحنا بنفكر فيها، بس مرحلة لاحقة إن شاء الله مش هتكون تابعة لقصور الثقافة، ولكن يعني بنتمنى إن إحنا نقدر نفتح ملف الشركة القابضة للسينما التابعة للشركة القابضة للصناعات الثقافية التي تم تأسيسها في وزارة الثقافة من عدة سنوات، وإن شاء الله إحنا بصدد العمل على إنهاء الإجراءات علشان تبدأ الشركة عملها إن شاء الله، وتعود الخدمة السينمائية موجودة في الدولة كما كانت من قبل وأحسن إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شكرا جزيلا لك.